ما شاء الله غير عادية في مرسى علم. شايفين سياح كتير موجودين في احد المقاصد السياحية اللي موجودة في مرسى علم. خلينا نشوف بعين الخبير وبعين اللي عاشوا هنا في مرسى علم وعصروها في كل فتراتها شكل السياحة عامل ازاي. السؤال الاهم، هل بدأت العالم يتعافى من تبعات كوفيد 19؟ وهل نحن يعني مصر في انتظار موسم سياحي قوي؟ ده أسئلة هنوجهها للأستاذ رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ومرسى علم. أهلا بحضرتك يا رامي. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيكم في مرسى علم. طب خلينا نتكلم من الصورة اللي شايفها حواليا، يعني شايف ما شاء الله عدد، نمسك الخشب بس، عدد محترم من السياح موجودين هنا، جنسيات مختلفة. السؤال اللي بيدور في دماغنا، هل ابتدى العالم يتعافى شويه من موضوع كوفيد 19، فتره اللي كانت الاغلاق على كل المنشات السياحيه، مفيش طيران، النهارده الوضع عامل ازاي؟ يعني ابسط حاجه هقدر اقولها لحضرتك ان احنا يعني زي النهارده، السنه اللي قبل اللي فاتت احنا كانت نسبه اشغالات البحر الاحمر في نطاق، لما بقول لك البحر الاحمر اقصد من اول منطقه الجونه، الغردقه، سهل حشيش، مكادي، سومابي، سفاجة، القصير، مرسى علم، نسبة إشغالاتنا في المنطقة دي كلها يا أستاذ محمد كنا حوالي صفر إشغال. صفر هو المدور دوت. بالظبط يا فندم، صفر هو المدور. دور ده، مفيش حد نسبة. بالظبط، وصلنا لصفر إشغال، إنما النهاردة الحمد لله، النهاردة إحنا يعني في آخر شهر أكتوبر، حاب أقول لك إن إحنا معظم الفنادق العمالة في نطاق البحر الأحمر، في الثمان مراكز اللي أنا قلت لك عليهم دول، قد يكون نسبة إشغالاتهم ارتفعت لتصل من 90% ل100%. ما شاء الله. طب نتكلم على مرسى علم، هنا نسبة الإشغال في الفنادق الموجودة في مرسى علم ما شاء الله قد إيه؟ الحمد لله، يعني نشكر ربنا، الصورة العامة أكيد واضحة وراك. نسبة الإشغالات في فنادق مرسى علم العاملة واللي فتحت من بعد الكورونا ما ابتدت يعني تهدى شوية عندنا، يعني قد يكون نسبة إشغالاتها من 70% ل90%. طيب، يعني خلينا نقول عشان بس الصورة تبقى واضحة أكتر اللي بيتابعنا. الدولة لما حصل عمليات الإغلاق وإعادة فتح مرة أخرى للمنشآت الفندقية كان في إجراءات صارمة تبنتها الدولة، وكنا بنشوف الصورة ومتابعة هذه الإجراءات في الأماكن السياحية المختلفة. قد إيه دي كان ليها دور النهاردة إن إحنا تطمن السائح إن لأ تعال عندنا، أنت مطمن، عندنا إجراءات احترازية غير عادية. عايزين نحط المشاهد في النقطة دي، إيه اللي عملتوه عشان تطمنوا السائح الأجنبي وما شاء الله يجي بالشكل دوت؟ شوف، إحنا النهاردة الحمد لله مصر تعتبر مش بس مرسى علم، مصر عموما ما فيش حاجة اتطلبت منها من منظمة الصحة العالمية، منظمة السياحة العالمية، إلا واتعملت بالظبط. يعني عشان تلاقي المشهد اللي ورانا ده النهارده في معظم المنتجعات السياحيه في غردقه وشرم ومرسى علم، وتعالى نتكلم على مرسى علم يعني عشان احنا النهارده هنا موجودين، يعني كانت تعتبر مسمينها واحد عوده العلاقين. صحيح، من ضمن الاسامي. يعني انا عجبني جدا التعليق ده من حضرتك. فعلا احنا مرسى علم ساعه لما الدنيا كلها كانت بتقفل وما كانش فيه اجواء طيران، ما كانش فيه حاجه خالص، مرسى علم الحمد لله نجحت ان هي تستضيف في اقل من 24 ساعه تم اتخاذ القرار، واستضافنا حوالي 68 طياره من 68 جهه مختلفه على مستوى العالم،
11432 مصري قدرنا نرجعهم هنا على مطار مرسى علم الدولي. ومعظم الفنادق، وده كان فندق طبعا من اوائل الفنادق اللي نشكر ربنا الحمد لله ان هو يستقبل العالقين، فده ادى صدى وان في حاجه ممكن تتنظم بطريقه احترافيه وبطريقه صحيه من غير ما نتسبب في اي حاجه. طب خلينا يعني برضو الشيء يذكر ولازم ندي الناس حقها، اللي بس بنرجع بس انا عارف ان هي كانت مشاهد اليمه ومشاهد كانت صعبه على العالم كله. وقت الاغلاق اللي حصل في العالم كله كان في طائرات بتيجي من مصر، وكان لازم اللي بيجي لازم يخش في الحجر الصحي لمده 14 يوم. استاذ رامي فايز كانت فكرته ان نستقبل اللي جايين من مختلف دول العالم، بنتكلم بقى من اوروبا من الولايات المتحده الامريكيه، ان هم يجوا هنا ويقعدوا ال 14 يوم. وكلنا فاكرين المشاهد اللي كانت بتيجي من اماكن كتيره موجوده في مرسى علم عشان تستقبل الشباب اللي هم كانوا بيقعدوا في فتره الحجر الصحي اللي كانت 14 يوم. مظبوط كده صحيح؟ مظبوط يا فندم. يعني دي تمت المبادره دي وتم الموافقه عليها على طول زي ما قلت لحضرتك من ضمن الحكومه المصريه، وبنشكرها ان هي يعني ادت يد المساعده فيها. الحمد لله ده كان اوائل الفنادق اللي طرح الفكره دي وتمت الموافقه عليها، وتم استقبال العدد ده من الطيارات فعلا جاي من كل حتة من العالم. اخواتنا وعائلتنا المصريين جم هنا قعدوا معنا ال 14 يوم على من كذا طيارة، والحمد لله بعد الموضوع ده ما خلص. يعني مرسى علم اخدت صدى اعلامي وتصويتي رائع صراحة، يعني من ناحية حتى ايفن السياحة العلاجية بعد كده. الحمد لله الاشغالات بقت معقولة، الدنيا ابتدت تتحرك، معظم الاسواق السياحية اللي احنا كنا بنخاطبها خلال الفترة اللي فاتت دي ابتدت فعلا تبعت المواطنين بتوعها، سواء السوق الروسي، البولندي، التشيكي، الاوكراني، السويسري، حتى الالماني خلاص الحمد لله ابتدى ينزل، الايطالي ابتدى ينزل. اول طياره جت لينا هنا في مرسى علم من امبارح، والحمد لله الجست موجود هنا في الاوتيل، فخلاص الحمد لله الدنيا ابتدت تفتح وان شاء الله اللي جاي خير. طيب خلونا فاصل، ناخد معاكم فاصل قصير ونرجع بعده نكمل كلامنا مع الاستاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ومرسى علم، وخلينا نشوف ايه اللي بيشد السائح الاجنبي ان هو يجي مرسى علم ويكون حريص ان هو يكون متواجد. وعايز اقول ان المكان اللي احنا موجودين فيه دوت او مرسى علم بشكل عام، لا السعر بتاع السائح اللي بيجي بيدفع فلوس كتير عشان يجي هنا ويستمتع بالاماكن اللي موجوده في مرسى علم. خليكم معنا. مرة تانية من مرسى علم، وخلينا نشوف مستقبل السياحة هنا عامل ازاي في مرسى علم، ايه الجنسيات اللي بتحب تيجي هنا، وازاي نقدر نوسع من دايرة السياح اللي بيجوا ان شاء الله في مرسى علم. برحب مرة تانية بالاستاذ رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الاحمر ومرسى علم. اهلا بحضرتك استاذ رامي. اهلا بيك. طيب النهارده بنتكلم السياح، كنت بطرح سؤال قبل الفاصل، ايه اللي بيشد السائح هنا في مرسى علم؟ ايه اللي بتقدمه له؟ مرسى علم دي لسه بلد بكر. الطبيعة البحرية هنا بكر تماما، انت كل ما بتنزل الجنوب من بعد الغردقة وسفاجة تبتدي تنزل جوب جنوب لغاية حدود السودان، المنطقة البحرية والحياة البحرية هنا منطقة في منتهى روعة وجمال. البحر بكر، الشواطئ نفسها لسه بكر، هنا كمية الأماكن اللي فيها سبوتس للدايفنج والسنوركلينج كتير جدا. في عندنا هنا الدولفين هاوس، وده مكان بيبقى موجود فيه الدولفينز قد يكون بالألاف في بعض الاوقات، بيقولوا 5000 بيت الدولفين، ده بيقولوا 5000 دولفين موجودين منورين، يعني قد يكون فعلا بيوصل الارقام الكبيره دي فعلا. ده تجمع كبير جدا في البحر الاحمر، قد يكون اكبر تجمع للدولفينز في منطقه البحر الاحمر. عندك مناطق السفاري اللي جوه هنا في الجبال، قد تكون يعني من المناطق الفريده جدا من نوعها في منطقه سلسله جبال البحر الاحمر. في عندنا هنا مناطق زي شرم اللولي
وحنقراب، وده يعتبر واخد احسن عاشر شاطئ على مستوى العالم كله يا محمد. على مستوى العالم كله. على مستوى العالم كله. انت هنا بتشوف 7 درجات من النور، من اللون الازرق، وانت قبل لسه ما تنزل حتى الميه. يعني بتشوفها بعينيك المجرده قدامك على طول، يعني حاجه في منتهى الروعه يا جماعه. لازم تروحوا ان شاء الله وتزوروها. ده مهم جدا. لا مش يعني جينا مرسى علم يبقى هنزور كل الاماكن السعيديه في مرسى علم. اتمنى ان شاء الله نقدر نغطي كل الاماكن. طيب ايه الجنسيات اللي اكتر جنسيات بتقبل على مرسى علم من وجهه نظر حضرتك في الوقت الحالي؟ الجنسيات اللي تعتبر الجنسيه الاولى طبعا في منطقه البحر الاحمر بالكامل قد يكون هو الساحل الالماني. الساحل الالماني وصل في 2019 قبل الكورونا على طول لحوالي 1,760,000 سائح في نطاق البحر الاحمر. طبعا يلي الساحل الانجليزي والايطالي، وبعد كده طبعا لما حصلت الجائحه ابتدى السائح الاسواق اللي احنا ابتدينا نتطرق ليها زي البولندي والتشيكي، ودول طبعا شالونا لفتره كبيره جدا من الفترات. السياحه الروسيه الحمد لله بعد ما ابتدت ترجع وترجع بقوه، السياحه الروسيه ابتدت معانا ب5 طيارات وبعدين زادت ل 18 طياره، ولسه النهارده الصبح يعني على وشكم الحلو ان شاء الله هتزيد ل 60 طياره. فيعني مع عوده السياحه الروسيه والسياحه الانجليزيه والايطاليه والالمانيه والبولنديه والتشيكيه والاوكرانيه والسويسريه والصربيه، انا ان شاء الله احنا شايفين منطقه مرسى علم في حته تانية خالص لو الدنيا هاديه زي ما هي في الكوفيد 19 ان شاء الله. طيب اقول مرسى علم من اغلى الاماكن السياحيه اللي موجوده بين قوسين في مصر ولا في المنطقه ولا على مستوى العالم، ولا وضعها ازاي فيما يتعلق بالسعر السائح اللي بيجي هنا او اللي بيجي؟ احنا بصفه عامه مصر تعتبر تاني ارخص ديستنيشن على مستوى العالم. ودي ميزه. ميزه وعيب. الميزه ان هو بيجيب لك ترافيك كتير من انواع السياحه من كل مستوى العالم. العيب طبعا ان احنا بنستهلك القدرات السياحيه بتاعتنا بقيمه اقل من اللي احنا نستحقها. عشان كده حتى يمكن وزاره السياحه حاليا دلوقتي بتتجه فعليا ان هي تعمل حد ادنى للاسعار. حد ادنى للاسعار يبقى الفندق ال5 نجوم له حد ادنى، له مينيمم بس ملوش سقف. والفنادق ال4 نجوم ليها مينيمم بس برضه ملهاش سقف، بحيث ان يبقى في تنافس في الجوده اللي مقدمه للسائح. وده بيحافظ على الوضع مصر السياحه على مستوى دول العالم بالتاكيد، يعني الخطوه دي. طبعا كل تاكيد. عايز اعرف الدوله قد ايه ساعدتكم في خلال كوفيد 19 وفي الفتره الحاليه عشان نقدر نبقى في حركه. العالم قعد فتره طويله كساد، كنا بنشوف اكبر ميادين العالم مفيش حد بيعدي فيها اللي كانت كلها بالسياح في الولايات المتحده الامريكيه، تايم سكوير، في اسبانيا، في ايطاليا، كل الاماكن دي ما كانش فيها بني ادم خالص. النهارده الحركه ابتدت ترجع، الدوله ازاي؟ هل في مساعدات من الدوله او مبادرات من الدوله عشان تساعد حضراتكم ان انتم تقدروا تقفوا على رجليكم مره ثانيه، تقدروا يبقى في اقبال من السياح؟ بس خلينا نجاوب السؤال دوت لما نتحرك مع حته ثانيه في المكان. اهلا بيك. شكرا. انا يعني كان في مبادرات من الدوله تساعدكم في الفتره اللي مش عايزين نقول بعد التعافي، ولكن محاولات تعافي العالم من كوفيد 19، هل في مبادرات من الدوله ان هي تدعم قطاع السياحه وتدعم حضراتكم هنا؟ بصراحه كانت تعتبر من المرات اللي يعني القويه جدا اللي الدوله ساعدت فيها قطاع السياحه كيعني كعنصر رئيسي للدخل القومي في مصر. احنا عملنا يعني كل حاجه اتعملت بناء على توجيهات الدوله. تم عمل مبادره لاعاده تخفيض اعاده تزويد اي طيارات شارتر بتيجي بالوقود، تم تحفيز تاني اللي هو الطيران الشارتر اللي بيجي من بره،
تم عملنا البي سي ار تيست بدل ما هو كان بيتكلف هناك عند اي دوله في دول الاتحاد الاوروبي شرق او غرب اوروبا بيتكلف من 100 ل 150 يورو، بقينا نعمله هنا على طول ساعه الوصول بحوالي 30 يورو او 30 دولار سنة اسف في المطارات هي زي مرسى علم بنعمله هنا مباشره اول الوصول. تم تزويد الطيارات اللي بتنزل مطار مرسى علم وحتى شرم وغردقه بخصم حوالي 50% من الايواء للطيارات دي في المطارات. فاحنا يعني كحكومه مصريه عملنا كل ما يعمل لمساعده قطاع السياحه سواء غرفه المنشات الفندقيه او غرفه شركات السياحه او حتى البنك المركزي لما ابتدى يعمل المبادرات بتاعته الخاصة بالقطاع عشان يفضل القطاع يعني مواكب للتطور ومواكب للصيانات اللي كل في الفنادق المصرية. خلي بالك انت عندك ممتلكات للثروة سياحية فندقية هنا يعني مش عايز اقول ان هي يعني قربت من التريليون يعني في اللي موجوده هنا اللي مش موجوده في مرسى علم اللي موجوده في مصر كلها اللي في مصر كلها كحجم الفنادق اللي موجوده كلها. أيوة محمد صحيح. فانت بتتكلم النهارده على رقم كبير جدا وضخم جدا، فكان لازم الدوله ان هي تحافظ عليه. عملت مبادره البنك المركزي اللي هو 5%، مبادره 5% دي ساعدت فنادق كتير جدا وشركات سياحه كتير جدا وشركات نقل سياحي حتى ايفن كتير جدا هي تحافظ على الصيانات بتاعتها وتحافظ على الطاقه القوه بتاعتها لاستجلاب السياحه مره تانية. طيب وانا بدور كده على قبل ما اجي مرسى علم وبعمل سيرش كده نشوف احنا جايين نعمل ايه ونشوف ايه الوضع ايه والبيانات بتاعت وزاره السياحه، كان في فكره ان احنا قطار سريع ويتم الربط، وشفت اسم حضرتك موجود في الكلام دوت. ايه الفكره، ايه المستقبل اللي انت بتفكره في مرسى علم؟ احنا عارفين القطار هيقف لغايه مدينه الغردقه، دي المرحله ان شاء الله تكون في مراحل مرحله ثالثه وفي مراحل بعد كده. ايه الفكر، ايه المستقبل اللي انت عايز احد المستثمرين الموجودين هنا في مرسى علم وفي منطقه البحر الاحمر كله، ايه الفكره اللي حضرتك عايزها بتشايفها زي مرسى علم بعد كام سنه، وايه اللي انت تتمناه لمرسى علم؟ عشان نتكلم بصراحه في موضوع استثمارات في مرسى علم، هي مرسى علم احنا اعتبرها مثلا مجازا زي شرم الشيخ والغردقه من حوالي 30 سنه بس هي مش هتستنى 30 سنه عشان تبقى زيهم. يعني انا من منظوري الشخصي الصراحه المقاومات اللي موجوده على الارض هنا في مرسى علم يعني بيخليها في اقل وقت ممكن جاي ان شاء الله قدام هتبقى يعني من الدول من المدن القاطره للسياحه في مصر هنا. في مصر تمام. طبعا التطور السريع بتاع مرسى علم قد يكون اسبوعي وليس شهري او سنوي. يعني كل اسبوع على الارض هنا بيبقى في تغير في الاماكن، في قوه تانية بتطلع، في طاقة فندقية تانية بتنضاف للطاقة الفندقية المصرية، عندك في هنا فنادق كتير بتفتح، في مشاريع كتير خاصة بدعم السياحة نفسها بتتعمل من المستثمرين. القطار السريع دي كانت فكرته يعني الحمد لله ربنا ألهمنا بيها. أنا شايف إن بيبقى في منطقة البحر الأحمر أنا كنت ذكرت لحضرتك عليها من شوية دي يعني حوالي من 60-70% من سياحة بلدنا كلها بتوصل على منطقة البحر الأحمر دي. على نفس خط العرض من الخريطه بتاعت خريطه مصر هتلاقي الاقصر. خط العرض نفس خط العرض بتاع مرسى علم بالظبط والغردقه دايما خطوط السكه الحديد في مصر بالطول بالظبط يا فندم. النهارده بنتكلم خط العرض بقى صح كده؟ النهارده ده اول قطر يتعمل عرضي في جمهوريه مصر العربيه، لان دايما الخطوط السكك الحديد اللي موجوده حاليا في مصر هي موجوده من اسوان لاسكندريه ومن اسكندريه لاسوان. هما بيطلعوا تبادلي حسب التوقيتات القطارات في المغادره والوصول. احنا من البحر الاحمر من الغردقه لغايه الاقصر ده اول خط بالعرض يتعمل في مصر كلها. ده قطار هيبقى قطار فائق السرعه، المفروض ان هو يعني القطر ده مش هيخدم بس منطقه البحر الاحمر ولا هيخدم بس منطقه زي الاقصر والصعيد، هيبقى المنطقتين بيبقى فيهم تنميه متكامله. السائح هيبتدي ينزل هنا، السائح اللي هو السائح الخاص بالسياحه الشاطئيه اللي هو قد يكون النهارده من 60-70% من حجم سياحه بلدنا بيجي على السياحه الشاطئيه في المنتجعات هنا في منطقه البحر الاحمر، هيبقى عنده الاوبورتيونتي الامكانيه ان هو يطلع من البحر الاحمر لغايه الاقصر ويزور الاقصر ويشوف كل الاماكن هناك سواء كرنك الاقصر الطريق الكباش ان شاء الله اللي هيفتح في نوفمبر الجاي، يشوف كل حاجه هناك، حتى الحناطير هتشتغل
يعني ما فيش حد هناك في الأقصر مش هيشتغل بعد القطر ما يشتغل. حتى مناطق الزراعة، مناطق مزارع الفراخ، مزارع اللحوم، الجزارة، كل المنتجات الغذائية دي هتيجي من الأقصر من خلال بقى القطر. بنتكلم في ساعة ونص بالظبط، ساعة ونص إن شاء الله، ساعة ونص. فتيجي هنا بقى على كل المقاصد السياحية، تيجي على منطقة فنتن البحر الأحمر بالكامل، وتبتدي تتوزع على كل الفنادق. هيجي هايجين، يبقى طريقة نقل الخضروات والفواكه وكل المواد الغذائية الخاصة بالحوالي 280-300 فندق اللي موجودين في نطاق البحر الأحمر، هيجي لهم على طول بشكل يومي، يعني بطريقة صحية آمنة. هيجي بشكل سريع، بدل ما الحاجة إما بتيجي من سوق العبور من القاهرة أو بتيجي من ناحية الأقصر أو إنا أو أسيوط، يعني الحاجة هتيجي حاجة سريعة صحية آمنة وتبقى فريش كل يوم. طيب خلينا نشوف بقى طلبات المستثمرين في مرسى علم بالأخص، إيه اللي محتاجينه وإيه اللي محتاجينه الفترة الجاية وإيه اللي محتاجينه من الدولة خلال الفترة الجاية. بس برضو خلينا ناخد فاصل تاني سريع كده ونرجع تاني نكمل الحوار. خليكم معانا. المستثمرين في قطاع السياحه بمرسى علم من الدوله وايه طلباتهم خلال الفتره اللي جايه، ده اللي هنوجهه للاستاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ومرسى علم. طلباتكم ايه خلال الفتره اللي جايه؟ انتوا شغالين وعاملين اللي عليكم اهوت. يعني الحمد لله، يعني التسويق هنا في مرسى علم بيتم زي ما حضرتك شايف كده على قدم وساق، ما حدش فينا متاخر من المستثمرين الخاصين في بمرسى علم. كل واحد بيحاول يسوق المنطقة اللي هو فيها بفندقه بطريقته، بطريقة السيلز اللي هو بيتبعها وحسب متغيرات الأمور. تمام. يعني أنا شايف بس صراحة يعني من الدولة ممكن هي بس تساعدنا شوية، إن هي مثلا ما تسويش مستثمر مرسى علم بمستثمر مثلا موجود في اسكندرية. يعني هل المميزات اللي بياخدها مستثمر في مكان تاني في شرم الشيخ على سبيل المثال أو في الغردقة تختلف عن المميزات اللي بياخدها المستثمر في مرسى علم؟ يعني لو هنفترض مثلا على نتكلم مثلا في نقطه كده، مثلا دخول الكهرباء. حاليا دلوقتي دخول الكهرباء لفنادق مرسى علم بقت مكلفه جدا جدا جدا. يعني النهارده اي فندق، عشان لغايه النهارده احنا كنا شغالين مثلا بالجاز، بنعمل محطه كهرباء جنريتورز، بنشتري جاز بنولد بيها الكهرباء وبالتالي نولد الكهرباء اللي احنا حوالينا دي كلها. النهارده عشان اي فندق يدخل كهرباء في منطقه زي مدينه مرسى علم، يعني مطلوب منه طبعا ارقام كبيره جدا. الارقام الكبيره جدا دي في ظل الظروف الراهنه، يعني ابتدينا نتعافى، ولكن احنا علينا طبعا التزامات ماديه كبيره جدا لان خلال فتره الاغلاق. ف يعني اعتقد لما بيفتح اي فندق في منطقه زي الغردقه او اسكندريه او شرم جوه المدينه غير بره كردون المدينه، بره كردون المدينه المفروض يتعامل معامله خاصه شويه، ان هو يعني هو الراجل ده يعني هو اللي بيمد كابل الكهرباء قد يكون لغايه هنا وبيدفع كمان ثمنه. فسعر الكهرباء بعد كده بيبقى موحد مستثمر مرسى علم زي مثلا مستثمر شرم الشيخ اللي جاي له كهرباء. صحيح. طبعا انا بيبقى عليا كوست اضافي. دي مثلا دي نقطه. عندك النقطه الثانيه مثلا الضريبه العقاريه. انا كل مثلا ما اجي هنا اطور في الفندق وببني حاجات منتجات جديده خدميه للسائح، فيعني غرف اماكن للسبا اي حاجه، انت النهارده الضريبه العقاريه برضو ده حق الدوله، ولكن احيانا بيبقى فيه بعض حاجات محتاجه تفاهمات. يعني انت النهارده لما تيجي تطور تعمل صيانه تعمل مبنى جديد خدمي، انا هضطر ادفع ليه تاني ضريبه عقاريه غير الضرايب اللي انا بدفعها. في يعني بيبقى في كذا تداخل للجهات. نتمنى بس من ان شاء الله من الدوله خلال الفتره القصيره اللي جايه دي مع رجوع السياحه تاني لكل منطقه، ان هي تبتدي يعني تبتدي تشوف يعني
ايه اللي ممكن مستثمرين المناطق النائيه اللي بره كردون المدن يبتدوا هما يعني نستفيد بيه اكتر من كده شويه. استاذ رامي فايز يتمنى يشوف مرسى علم كمان قد ايه شكلها عامل ازاي؟ انا اتمنى اشوفها بكره الصبح يعني اكيد يعني احنا هنا موجودين في مرسى علم يعني انا عن نفسي انا موجود هنا في مرسى علم. والدي هنا كان مستثمر من سنه 97 وانا بكمل المسيره. مرسى علم مدينه من اجمل مدن ربنا على الارض. ان شاء الله يعني احنا شايفينها في حته تانية خالص تستحقها ان شاء الله مع رجوع كل الجنسيات تاني لبلدنا ومع رجوع السياحه الروسيه وزي ما قلت لحضرتك والسياحه الانجليزيه. اعتقد ده هيفرق كبير جدا 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 في الطاقه الايوائيه بتاعتنا. وانس ان الترس ابتدى يشتغل يا محمد هتلاقي كل الناس ابتدت تشتغل، كل الناس ابتدت ترجع تاني مبسوطه. سياحه في بلدنا احنا ما نستحقش ان احنا نبقى تاني ارخص دوله على مستوى العالم سياحيا في الاسعار. احنا نستحق ان احنا نبقى من اغلى دولتين على العالم مش من ارخص دولتين على العالم. ان شاء الله ده جاي. علم والسؤال اللي ممكن نسأل أستاذ رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ومرسى علم، يعني حجم الاستثمارات أو القوى العاملة الموجودة في منطقة البحر الأحمر وقد إيه سهمتها في قطاع السياحة في مصر قد إيه؟ خلينا نشوف نحط للناس الصورة قد إيه مستوعبين قوى عاملة الدخل اللي بتدخلوه الاقتصاد المصري ده مهم. يعني لا احنا ما نقدرش بس نتكلم على الدخل اللي بيدخله قطاع البحر الاحمر فقط لا غير للسياحه المصريه. صحيح. انما نقدر نقول مثلا ان السياحه المصريه لغايه مثلا 2019 قبل الجائحه كان مدخل حوالي 13 مليار دولار. 13 مليار دولار ده رقم محترم جدا في اي موازنه دوله. بالنسبه للايدي العامله الواقعه في نطاق البحر الاحمر من اول الجونه لغايه مرسى علم، يعني انا اعتقد ان هو في رينج حوالي اللي حوالي 150 الف ل 160 الف عامل بيشتغلوا بصفه مباشره في الفنادق على طول، هما بيبقى في احتكاك مباشر بينه وبين الجيش الاجنبي. وده اعتقد ده اللي هو تم اوريدي تطعيمه. يعني تم اوريدي يعني اللقاح ليهم، اعطاء اللقاح ليهم كل واحد في فندقه حسب الايدي العامله في كل فندق. راحت بعثات صحية عملت تطعيم لكل العاملين في قطاع السياحة في نطاق البحر الأحمر، وده كانت يعني نقطة قوية جدا لبدء عودة السياحة. وطبعا كل ده بيبقى السائح الأجنبي عارف إن تم تلقيح العاملين في قطاع السياحة، دايما بننقل الصورة يعني للمقاصد السياحيه المختلفه. يعني بالتأكيد يعني لو انت حضرتك لاحظت هنا في الفندق اللي احنا متواجدين فيه حاليا ان كل العاملين اللي تم تطعيمهم في اوريدي بادج محطوط عليه فاكسينيتد ان هو تم تطعيمه بالكامل. يعني النهارده ما فيش فندق خلاص ابتدى يسمح لاي عامل يشتغل معاه في الفندق ويرجع تاني لشغله حتى لو كان اجازه غير لو هو فاكسينيتد، هو اوريدي الطعم بالظبط كده، بيبقى بحيث ان الجسر الاجنبي يبقى قاعد مطمن ان المكان اللي هو بيخدمه واللي هو المقيم فيه تم تطعيمه بالكامل. حضرتك متفائل هل نقول ان احنا ابتدينا نتعافى او لسه ما تعافيناش او في طريقنا للتعافي من تبعات كوفيد 19؟ هل حضرتك شايف ان السائح الاجنبي يعني حاله الاغلاق اللي كان بفرضها عليه كوفيد 19 كورونا، هل حضرتك شايف ان النهارده الناس عايزه تنطلق؟ هل محتاجين دوت؟ بتهيألي ردا على سؤال حضرتك ده هي الصوره اللي كانت ورايا من شويه يعني. اللي هي يعني حجم الاشغال بتاع معظم الفنادق العامله دلوقتي حاليا بكل الجنسيات ابتدت تزود الطائرات.
يعني ايطاليا لما ابتدت تجيب طيارتين ابتدت النهارده تزودها لاربع خمس طيارات. روسيا لما ابتدت تفتح من خمس طيارات لستين طياره النهارده. انت النهارده مفيش سياحه بتجينا من اي دوله مصدره للسياحه لينا غير لما عدد الطيارات بتاعها بيزيد ما بيقلش. وده انديكيشن يديك مؤشر ان احنا ماشيين صح. يعني مفيش دولة هتحس ان المواطن بتاعها هيبقى في خطر لو راح دولة تانية في اي حتة في العالم يعني وهتزود عدد الطيارات بتاعتها. طب حضرتك شايف ان ابتدى العالم يتعافى من موضوع تبعات الكوفيد 19؟ انا هتكلم عن بلدي. انا هتكلم عن بلدي. انا شايف ان يعني نسبة وتناسب. انا من نسبة اشغال 50% الطاقة الإيوائية ل 70% وتم الحمد لله زيادتها النهارده ان هي تبقى 100% اشغال مع الاخذ في الاعتبار كل الاجراءات الاحترازيه المطلوبه من وزاره الصحه ووزاره السياحه المصريه. فطبقا للاشتراطات دي كلها تم زياده نسبه الايواء في كل الطاقه الفندقيه ل 100%. يعني الفندق ال 100 اوضه يفتح ال 100 اوضه بتاعته، الفندق ال 1000 اوضه يفتح ال 1000 اوضه بتاعته، ولكن مع الاخذ في الاعتبار كل الاحتياطات. صحيح. يعني لا للتهويل ولا للتهوين. احنا خايفين على المواطن المصري مش خايفين منه، احنا خايفين عليه. خايفين على الايدي العامله بتاعتنا، خايفين على الجست اللي بيجي لنا. انا الجست بتاعي انا افرح لما يكون الجست جاي يقضي اجازته هو وعيلته بكل راحه وامان امني وصحي ويرجع بلده وهو سالم غانم متعافي مفيش اي مشاكل خالص. هنا ده بالنسبه لي انا في الفتره اللي انا فيها دلوقتي دي ده نجاح. طيب هل احنا هنفضل مستمرين امتى مع تبعات كورونا ديت؟ هل حضرتك شايف ان احنا يعني العالم لسه شويه، او هنتكلم عن هنا، هل احنا لسه مستمرين شويه؟ الفكر اللي قبل كورونا لازم يختلف بعد كورونا في قطاع السياحه، شايف حضرتك كده؟ انا اعتقد في المنظور الشخصي ان انا كنت يعني متابع وفي الحدث من اوله لغايه حتى تاريخه، انا شايف ان احنا في فتره التعايش مع الكورونا. يعني اعتقد مفيش دوله هتتعافى بنسبه 100% يعني من الكورونا، ولكن نقدر نتعايش مع الموقف مع الكوفيد 19 مع الاخذ في الاعتبار ان احنا ناخد احتياطاتنا طبعا. يعني ما نستهونش بالفيروس. طبعا احنا اتقرصنا وكلنا اتقرصنا جامد قوي. ما فيش بيت ما دخلتلوش الكورونا، ويعني غير لو فقد حد عزيز عليه. فانا شايف من منظوري الشخصي ان احنا بنتعايش في الوقت الحالي مع الكورونا، وعشان كده احنا يعني مش هنقف، يعني احنا هنكمل. يعني اقتصاديا سياحيا عمليا احنا على الارض الواقع النهارده الحمد لله الفنادق العامله نسبه اشغالاتها احنا اترفعت ل 100% لان نسبه الاقبال ونسبه الطلب على بلدنا زاد قوي الفتره دي الحمد لله. حضرتك شايف يعني دي كلها مؤشرات احنا امام موسم سياحي قوي ان شاء الله تشهده مصر خلال الفتره اللي جايه؟ جدا جدا. احنا خلال الفتره الجايه دي ان شاء الله مع زيادات عدد الطيارات المطلوبه ان هي توصل على مناطق البحر الاحمر، انا شايف ان احنا الاعداد بتاعتنا ممكن في 2022 ان شاء الله لو الدنيا هاديه زي ما هي كده بالنسبه للكورونا، انا شايف ان احنا ممكن نكسر الرقم ان شاء الله بتاع 2010 اللي احنا بنتمنى ان احنا نرجع له. يعني احنا في 2021 وبنتمنى نرجع 11 سنه ورا في الارقام. يعني فان شاء الله 2022 لو الدنيا ماشيه زي ما هي ماشيه كده انا اعتقد دي هتبقى طفره سياحيه كبيره رقما لعدد السياحه ودخلا للدخل القومي ان شاء الله. شكرا جزيلا الشكر الاستاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ومرسى علم. شكرا جزيلا الشكر يا فندم. انا كل الشكر ليك ونورتنا كل العاملين في قطاع السياحه. اشكرك يا فندم نورتونا. طيب يعني حقيقي يمكن من القطاعات اللي عانت على مستوى العالم كله هو قطاع السياحه. المشاهد الإغلاق اللي كانت موجودة في العالم كله يعني ربنا لا يرجعها أيام. النهاردة الحمد لله عدد السياح الموجودين في مكان مقصد سياحي زي مرسى علم بيشير الحمد لله إن الإجراءات اللي اتبنتها الدولة وزارة السياحة الإجراءات اللي اتبنتها الدولة المصرية كلها قد إيه كانت عنصر هام جدا لأن قطاع السياحة يفضل واقف على رجليه ويرجع تاني كل العاملين في قطاع السياحه يرجعوا يعملوا تاني في استقبال السائحين، وبالتاكيد ده بيبقى ليه مردود وترجمه على الاقتصاد وعلى العمله الصعبه على اللي بتخش الدخل القومي المصري. دي نهايه حلقتنا من هنا من مرسى علم للمجله السياحيه. اشكر لكم حسن المتابعه وتحياتي محمد عبد الله.